وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأحد إلى السعودية في إطار جولته الشرق أوسطية، واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بومبيو في المطار. واعتبر بومبيو أن وحدة مجلس التعاون الخليجي ضرورية لتحالف الشرق الأوسط استراتيجي، وقال: نحن أكثر قوة عندما نعمل معا وتكون النزاعات محدودة، عندما يكون لدينا تحد مشترك لا تكون النزاعات بين البلدان ذات الأهداف المشتركة مفيدة. أقدمت سيدة سورية نازحة في مخيم ركبان على حرق نفسها لعدم تمكنها من تأمين الطعام لأطفالها الثلاثة. وقال الناطق باسم الإدارة المدنية في المخيم خالد العلي الأحد إن سيدة أقدمت السبت على حرق نفسها وأطفالها داخل خيمتها لعدم تناولهم الطعام منذ 3 أيام، وقام جيرانها بإخماد الحريق وإخراج السيدة وأطفالها الثلاثة من داخل الخيمة التي احترقت بالكامل، وتم نقلهم إلى النقطة الطبية ومنها إلى مستشفيات المملكة الأردنية. تأهل المنتخب القطري إلى دور 16 لبطولة كأس الأمم الآسيوية في الإمارات بعدما اكتسح نظيره الكوري الشمالي 6-0 الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعات الخامسة. منتخب قطر يحاول أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب قطر. الثالث أكرم حفيظ يلعب الكرة للعنابي الأدعم يسجل الجول الرابع والمعز للهدف الخامس والمعز علي سوبر هاتريك ينطلق كالسهم في فرصة تسجيل الهدف السادس. هذا واكتسح منتخب أوزبكستان نظيره تركمانستان برباعية نظيفة ليضمن تأهله مبكرا أيضا لدور 16 بالبطولة. صحيح أن الهدف يحتسب ثم يتم التراجع عنه أندية أو منتخبات أبدا، وهذه كرة الثالث مش معقول. قل ليش رابع شمورو. كما تأهلت اليابان بفوزها على سلطنة عمان 1-0 بملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبو ظبي. رايس في المرمى والكرة في الجول، هدف أول يأتي لمصر.